سلام علیکم و رحمت الله صلوات خود و بن بینره تهجا و برکفتی بو ماوی 20 شوایا بر این گل هوا دا رمضان رمزانا پیروس بر دوامین کشکرنا برنامه روپل گود افصاله دا ملسر عبادات ات مسلمانه امل دهکی دیماهیه اینا یت رمزانه گرنگ ترین تشت دهک دیماهی دا جی شوا لیلتو القدره وکی آبر بالاف آنجی هم بجین شوا قدر اف شوید کبیت کیش شوید کیش دعا تیدا بوچی یاب قدره، یا چه عبادت تیدا بکیین اب کی گشتی اگر خود حس کردن به گنگ شید ما مستای تو دوباره بخیراتی سر چاوا ما گشتین ده کی دی ماهی یت رمضان گرنگ ترین تشتیوا ده که دار جیم بجین شوا بقدره یا بر بلا بجین شواب لیلت و القدر اوه او شوه دا بو چی یا ان بجین آنجی برینگم ان بجین شوا قدر خوب خود شیه. بنا في خضاي مازون دلوفان يكمين جور وتا امزانين باي فا ليله القدر افنا فياني خدي بخو قران دا يلسر في شفي داني بله شبكه صال دا خدي ناوي كي نوي شفي شبا قدر أه وكيت ايات قران دا ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من ألف شهر يعني بين سي جاره الديفك أه خداي مازون ناوي شفي كيرا شبا قدر يعني يا باها التأويتة كودي تريدا خداي مظن هر بحسي في شفيت كتن إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني نوفي في شفيت كلا بيروز شباب قدر وشفا بيروز أفا دونوفن بو شفا كنا الشفيت صالي بو شف شفا يا جدايا اش همي شفيت دي بينين وكما تبينين اش آياتي بخو بو إنا أنزلناه افا داسبيكا سورة القدر و داسبيكا سورة الدخان جي بله. بلى. إنا أنزلناه. الڤيري جهناف يان ب عربي بجني الضمير. أنزلناه. افهاها بوكيت زغرة. معلومة إشارة قرآنه. يعني في اف قرآنها ما إنا يا خوري ادفي شافا هنيدا. اش بارفيتش اندي كوفش اف قرآنها يا ادفي شافي دوهات يا خوري اف شافاها يا بيروز بوي. ويا بقدركاتي. باش كان مزعيم جالا يجرى جه. ياندم إش برويت إش تيجيت كفته تويجيه دا ياند يعني كفته توي ميدا بقدر تيجت هكا خوب أصل دا بتجي بقدر نبدي شي هب حتى نقول بينين جلك يا وارد الدور معنا ليلة القدر تشي معنى ليلة القدر ينبُشينها ويشافه بويا ليلة القدر أدبياً مقصد ب وكما قلت بهابت يعني شاف أبب بها ودبيت شي مقصد ب تقدير بت يعني بيوان

اشجمركا الصحبيه تيتفغوستن بله كو ادوي شواهنة دا تقدير اصل هميه شلوح باراستي بو ملائكتت موكلا بيجين تيتفغوستن حديثا دا هتي بري خده عالم مادي چيكت بري مخلوقاته چيكتن تقدير هر تشتكي وي يانويسي فرمان القلمي كريكو هر تشتكي هي بنويست كودي چيبت حتى قيامته اف تقديرها همي يهات يدانان لوحة باراستي ده قرآن بشته لوحة محفوظ افتشتها هر سال جاركي او كاروبار بيواندي بوية صالة هاي وكيت حديثة جدهاتي رب العالمين شلوحة محفوظ در تخت بشت ملايكاتت نفسر كتابة. تشت صالة دا چهت بت همية بنوسن او وي تشتت نوسن يعني استنساخت كنام بجين وفت جوهزن بو ملائکتت موکل چکه اما زانین هر کار کاری راد بتن هر بو معلومات فیر مدوید بشین او تشتت لوح پارستی دهات یا نویسین جبلی خود کس پیان حتی جبریل نزانت پیغمبر علیه صلی اللہ سلام صلی کس نزانت تن خودت زانت هم بجنوی لوح بو چی محفوظ یعنی پارستی پارستیش جاوه تر کسکی بس خودت زانتن حتی ملائکت جی نزانن وقتی رب العالمين يفيه تقديرا ويصلي تفشا هذا ليلة القدر وي تقديرا صلي هميه فاتجهزت ملائكة وعلم دتة أو تنفسنا دنا ملاكتت موكل هندك زنات بجن هندى علم علمي خدات اللوحي محفوظ ذهبت ممكنة بت يعني خدات جهرا وكتابتك قرآن داتي يمحو الله ما يشاء ويثبت او تشتي خودي بفيت جيد بات تشتي كي دانت دانتا جيهوي لو اش ابن عمر يعني ابن عباسي تيتا فاقو هستن يلا جرى دعاية خودة تقول يا ربي هكي تاس تعلمي تادا يعني تلاوحة محفوظة تاس نفيش سيب مش مروفيت شقي تجي باب ما بكاش مروفيت سعيد بل بشتي رب العالمين افي علمها هي باراستي شلوح محفوظ دفيش افيدا فاتقو هزتن بملايكات المواكل ايدينا ايدا قهرتن وفايا معنا آية القرآنية <سؤال> <سؤال> لا... لا لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أجر علم جهشت دست الملائكة موكل إدي نائته جوهرتنا ها هني يعني في جوهرتنا معلومات صالة شلاح باراسي بو ملائكة موكل في شهيدا بتن لو هندك علماء بجن وقت بجن ليلة القدر يعني ليلة التقدير أو أو شبه يا تشتكي هرتشتكي هر هرتش تشتكي. بله مامستا و کی تا آماده جی پیدا گیرنگی و شوی آن جی پیروس را یرتن و شویش بر تدا لید و شوی دا چ دی چید بیتن یعنی چه روی دانه که دیام آزان چید دی بیتن؟ برانبر دا برانبری وان روی دانان ام چه بکیین؟ اما قرآن تو شواهنه دا کوت خواره همی شلوح پارستی بو اسمان دنیای

صلاة هميدة دي شو يعني شو شبت حتى صلاة كذي شبت كي دمرت كي دبت شو شبت هذا هم يفعل مهنة تيتا الناس خيرن شلوح محفوظ بو ملايكته موكل بريكا ملايكته ام بجني كتبة نبي سر شو <applause> بلي فان ملايكات او آه في كاريت نفسن وفات جهزن بو ملايكات دي هاد ديس العالم علوي تشتكي دي مازن شدبت او جي ملايكات همي شو بلي فان افيت ما قوتي بسركيشيا جبريلي أو القرآن النووي الروح دانا سورة دا تهمي بيك تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر أشبه ما ديال بتقول عالم علوي ناف ملائكة دا تشتاكي مازن تشيد بت أو في ملائكة تهني برا عرض عثماني دا تينو تشن أمر خده تينا وتبن أفا كارك مازنتنا في ملائكة دا تشيل بتن تنسيق ديال في كوري يقول عالمه علوي تشدبت اما العالم السفليجي باش الدنيا جيدة صار عردي جي أه عليه الصلاه والسلام بري ما تدات هندي كو ام جيت في شافي دات تشتكي جدا بكاين يعني في شافي وك وكي أه هم شافي صار لينا كاين كوتشو الاسموني النوف ملايكه تضاف شافا نواكي هر شافا كوديا بيتام العرديجي العردي جي في هنا جدا كاين اشهر شافا كودي او جيام بتر عباداتي تدا بكاين وزيدات الخد في شهيدا بوسطين عبادة الخد بلا ومستوى آيات القرآن داتي ليلة القدر خير من ألف شهر وكشف خير ترش هزار بجين هيف الدنيا يون أو هيف كاتشب هيفيت يتمنى يون جيت أسمانينا آه جي أو عبادة مرف كتن وكي يهشت سي صالايا يونجي بجين هزار هيفانا أبخوة القرآن صريحة بش ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر في شفاها هكام رف عبادتي خيرات خيراتي دا خيراوي بمرو في زيدة ترليتت افش موسمك هكا موسم هكي كرنا خيرايا شو عمر مرو في كورتا و هندي كاري مرو حسابت بتن رب العالمين هذا موسم داني كاري مرو زي يعني في زيدة يعني خيراوي موزن ترليتت ايش هو نفس شفايا آياتت بجتن او كسل في شفا عبادتي بك خيراوي بترش يا انشترش يا هزار هيفا مقصد هزار هیوا معلوم او هیون اوید امد زانی چکو خوده ازمان مد گل متاخفتن اف هزار هیوا تنه ات بنا حشته وسِي سه سال و يعني هیف یعنی حشته و سه سال و مروف نوی جا بکت عبادتی بکت ليلة القدر تیدانه بتن خیر اوی شنیتی تا برانبر یعنی یا وی شوهنه هکه مروف شوه که في وی عبادتی هبکت بلی زانا نا بین خود خلاف چون زانای تفسیر کانه الویر مقصد به هزار هیف تحدیده یعنی عدتی مقصود الویره یان چی مقصد بو گلکیه یا گل جام تو فنیت خوش داد تو دبیجی که اوه مهزار جا فلان تشد گوته تا قصد تا جا احتمالا شیزار جا احتمالا مثلا كيم تر بس مرد بيش صد جارم فلان تشد گوته تا, تا عدد معینه بل كي جی بتن به جا علامات بیشن وقتی خودت بیش هزار حيوان نه مقصد به هزار هیوا بلکی پتر جی یعنی يعني ممکنه کسی عبادتی بخلاص تقوى خيروي شو هزار هي واجب بتر بتن چندك بشو نخير مدام عددها عدده محدده هرچو بتن ربونا الفشبها خيركم مصناته اي و پیغمبر جي صلوف لبن ات گوتنا امامي بخاري جريوات كات بشتو من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اول شغب قدر ربته عبادتي بكتن باوري بهبت و حسب خير يعني إخلاص ذهبتا كاريوية بخوده بتن وبخوب خير حسب بكتن رب العالمين قنهي تويل بوري دجي بتن أف حديثها وأف آياتها هنا بما قدروا بها يفشا أو أن يوم بجن عبادته دفي شوية تاكرن تذكرنا أشكرت بله. ما بهن مدام هدية أو أف عبادته تذكرنا بدل هزار ربيتو تشيد بيت بتري هزار هاي واجيو بيتن. من بزنین امید أمد که دیماهی رمضانی ده و اکیا دیار ایادوان ده شوا ده لیدوان ده شوا کیش شوا اب خو القدر او شوا یکو وکی ما اشکره جکری قرآن تی يا هاتی اخاره بله قرآن في شوا ده, ده يا اخاره معلومه اف کلمه حمله دو معنات یتن قرآن همي پیگفه شلوح محفوظ وکی تحاید وداهات ده هاتی تر رواته ده یه اسمان دنیاه لو ملائکتا و کی بجیم آهنگ یا علوی اف قرآن هنه یا پیروس یا وگو هستی شلوح محفوظ پرستی اینا عصمان دنیای و که آماده کردن بو اینا نخاره و بو پیغمبری صلاف لبن و هر تشوی جیدا پشکایی که هم بجینیان آیتت ای کشوی قرآن کو دست بکا سورت العلق اقراب بسم ربی که او ریکا جبریلی ش عثمان دنیای پشتی شلوح محفوظاتی عثمان دنیای بیش عثمان دنیای جاب پارچه یا بو پیغمبری صلاف لبن اینا اه یا خاری اف شواه نه کنگیش صاله قرآن خوب و معاش کرد که مدام گفت اینا انزل نه هو یعنی يعني دوی اما قرآن اینا یا خاری ات آیات کدیت ریدا رب العالمین الشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن معنا مسوجر صداصات اف شواهد کفته رمضان دا اف شواهد کیش وقت رمضانیه صحابي بجن عبادة كورا صامتين بجتن جاركا من المزجفة بوين پیغمبر صلاة لبن فيا بيت بجتمع كليلة القدر كي شفت يعني رب العالمين جود بو قد بو قد بو فلان شاف او ليلة القدر او دا دار كفت ما بو ما بجتن صحابي دوب بحفركي چوبون جد علي سر مسالة كو كو جهفركي چونو همي پیغم جيل بون پیغمبر صلاة لبن وقتهاتي دا في, مع في معلومة جهين تا صحابيا

بد بجن هفركي دائما بفلاحية في لحيه بس عمرو تينه هر شو في صلاف لبن جوت الصحابيا إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس يعني قلت يا صادم دابوها كا ليلة القدر كي بل فلان كاس وفلان كاس بها شون جدل كر أم بذا جيل بوين إن رب العالمين

يون بين جي. وتهندك حديث ديتريش داهوتي بيغامبر عليه الصلاه والسلام، ات التمسوها في العشر الاواخر من رمضان. هر ده شافت دو ماهيش رمضاني. تهندك رواه داهوتي ات يعني ايك سي بنج حافت نه. اف رواه جهميه يتهوتين. علماء وكي زون اي مازون ابن كثير، تفسير اخودا نقل كاتشكر لما اتسلفها. باش علماء اتسلفوا ات بيجن. تقريباً نمشي صدى صد بجين بيستو حفتش برچة اود بيجن نكا صورة تشتكي غريبه هيد وردا سورة القدر انا انزلناه في ليلة القدر اگر تو كلمة بجمري سيه كلمة نا رمضان جي سيه روجن كلمة بيستو حفت كيش هي يعني اوه عرب كرديان هم بيجين أه سلامون هي حتى مطلع الفجر هاو هي يا بيستو حافتها. يعني هر طبعا هدك علماء السلف وصلتين جرد كتير قوتي هر كلمة هي كو بيستو حفتها بين كلمة دا او إشارة كي وشارتها كو ليلة القدر بيستو حفتها اش وكل الاحوال بيجين. مروف أه وان هم هميو محاولی بکات عبادت خوزیدات رو لبکاتن یعنی خونه هیل تبیه و شبه کی بتنه و چی تره؟ کیش عبادتی مرف بکات ما دم هندای یاب خیره و بدالی هزار هیوا مرف کیش عبادتی بخوب کاتن شه میو باشته را مرف بکاتن. طبعا عبادت لیلا القدر دا ام بیشین هر مروف مروف عبادت که مرف بکاتن یه باشه مرف دیش و دا بکاتن بس بریم بحثی عبادتی جی بکین بر بو بیر اینان و هشیار کردن. امت بیشین دو نوع مروفایت خیر را ویش ویش دست خود کن و محروم جه در نوعی که اویا تدبینی اون یه کل ویش وی پلهوی و مجلاهی ود بورینن شو بخو خره که اب مجلاهی و صحبت صحبت و دیوان خانه و چای خانه و بر تلویزیون و بر تشتیت مجلاهی آن انترنت شو بخو همی زعید کن و چه خیر با نایت نویسین محروم جه در هنده که دیتری تین احتمال هزرت کن شولک و باش کن ویش بورینن دی کم بر مزگفت دست صحبت آکن احتمال حفلا گریدن آهنگا بجن و سترانا بجن یعنی بجن نشیدا بجن خطابا دخوینن اب شوله تو ساجیوت بنسری نسری اوش رنگ محرومیه خوبه خوب به بارد کن شخیر و ولو او هزرت کن و خیره هم بینین گل اجار علمای سلف و اکی امام مالکی و کی سفیان ثوری گله که دیتره وقتی بر رمضان بگشتی و بتهیبتی شاید دو ماهی حتی درس دینی تلان درس فقیه ندان بوچی بس خوب قرآن نویجا و نویج کرد گفت اف شاف آن اف شاید دو ماهی شاید قرآن نه ام دی و شاف قرآن بتنه و میشیل کن بجای پیتی هم رف الوان شاید هنیب تایبتی اوتام او, او شاف هم هزت کن که شباب قدره هم خمجیل نکهی نه باش و اوید خیره و کمتر نه پوان تشتا و اوید بخیر اوید هم الوید تشیار بین اینگی طبیعی هر عبادت که مروف بکتن دوی شبه هنه یه خیر و که نویجا و که خاندنا قرآن خیره که مزانات دا دعا کرن ذکر خوده اوید مروف گلک ترکیز سر وان چند آب کرد وش همی اپتر قرآن چکی شبه قرآنه یه اوید مروف دوی در باز بکتن بله.

اف و ها وکید حدیث ها دهاتی و ساره نگلک و گرمه بس بلکی که بشتن پاچه ها اکه چلی زمستان ها بتن مثلا آن هنده اولات سارن همه همی شبهات سارن هنده که اولات تایند گرمن مثلا علمات شرح به نیشانه دا یا گوت یعنی نسبی یا مثلا که نسبی ها معنا که تو وی شبه گل شوید بری بي 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 و پشتی وی درجه حرارت مثلا سرمای و گرمه حسب كي يعني بشميو بتر وسط ترى يعني معتدل ترى آه مثلا سبيدي وقت آه شاف آه سبيدي او دي دارت روش روج دارت تيش آه تيشكاوي سبيا يا زلاله هنداك نيشان توصى حديثه دا يتهين بيغمبري عليه الصلاه والسلام اشارت يا بداي بس ما قلت لدس بك آه يا باشا او ام حتى خونا هلنا بيفافا نيشانا جيفا وهم الهرده شافت دوما هي عبادت خو زیداتر لپگت چي يلا جرام بينين دسبه کوم رمضان خلاف نه بین مسلمانان او چر رمضان کيش كنده گونمه عبادتيندمشه من اديتي هندك ورتت کنه رمضان هندك نكن رمضان ادوي حالاتي دا احتمال شواب 21 کیل برمنو وي برزابت يا 23 برزابت تو زوين صبصات 21 ان 22 في حالاتي دا هکامل هر د شواب عبادت خو زیداتر لپگت محقق او شوجدې كرفتاد دګل جواب مروونه جلنه هلت پيو نيښونه و بالا مثلا نشان دید مرو همیه جدا بکات شوی دیتری الله علم دی چتر بله مست مرو بر دوام حس کتش دست مرو و بهن و مرو دا, دا. خازات کت اد وی شوی ان جی ام ده دو ماهی دا باشترین دعا مرو بخو بکات چیه یعنی خود چوب دتا مرو باشه عینی وی پسیاره دیکا ما عایشه یاش پیغمبری کریسلاف لبن و إمام ترمذي إبن موجهردو وما جيفات كوهيزن أو جيفايا كوت من بسيرش بيغامريكا صلاة الجماعة صلى الله عليه ليلة القدر يعني شبكة من زوني وسط ليلة القدر أس تشبجم تشبكيم تشدعو بخبكيم بيغامري عليه الصلاة والسلام كوتي قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يعني يا ربي إكشنو في عفو تو تو المن ببورة يعني قلنا هيت من جبة من عفكة افدعا هنا او يا پیغمبر اسلام لبین شاعری شاید او كم که مهزر دعاء به دعای دبکین اف دعای يعني تو تصور بکه هک خود همو بشته تم تو عفی کری. ادی ماده چشم تامینه تن. اف دعای ها گله بس معنای اولینه کم چه دعای دیتی لنه هر انسان إكبر خودت کنه خيره یا ديني و وی چت وتن ی محتاجی چت شتیا د وشا ودا خو خوده بکتن بلکی خیر و برکت او وشا وهنه خوده د بود بو جه بینتن جاویتن هم ګلک تاکید سره د کین کوم د وشا وهنه د دعا بکین طیبتی و دعای بله مومستا به سر وشا و پروپوجی زیدتر پروستین کا اف شوه ام کنگی دستب طاعت بکن کنگی دست پر عبادت بکن گل هک جارا و یا بر بلاف بوی جارا ام دماد بیتا دوازده شوی بیو اشنی قصد آمز گفت بکن شوی چند دید بگه اینه تهجید آکن جامع شوی جامعی ته او حساب خود کتن دوازده وی و اشنی لیلت اگر ام به این سحکینه شوی لیلت القدر بکنگی دست بکن شف ام بجين ليل عربي كان جي داس بيتياتن ش مغرب داس <applause> يعني وقت الروش اوفا بو مصطلح حطي ما عرب وجدا بجين شافي داس بيكر. خو هو بيستو شار ساعات بنا مسدو بشكوليك بيت كاين نهار وليل شاف وروش كان جي روجا كان جي شافا دامي فجر تهلت نروش فجر ام بجين بونجي سبيدي الدنيا الزلالة بيت هنجي المصطلح يمرو ودا روجدا كتن حتى دمي روج اوت بيت. وقت روش اوفابو بو هنجي ادي بو اه شاف لو ام روجي وقت ام روجي دين ام كان ام سبونجي بت دين حتى بانغي مغرب معني وقت بو مغرب او بو شاف مانا رب العالمين ثم اتي الصيام الى الليل يعني اخو حتى شافي ببن او لير بخون يعني جي روجي خوين مغرب معني مغرب شاف كتن. قفا بانغي مغرب دا ليله القدر دا كتن. حتى كنجي سلام هي حتى مطلع الفجر حتى روج يعني سبيدات سبي هات يعني او دمي بونج سبيديت تا دون ش القدر ليله دا القدر لاسمتيات حتى بونج سبيديت في دمي دا شي وقت امرف عبادتي كات درسته دوما هيا شوي بتن برا هيا شوي بتن ني بتن همي درسته بس حديثا داي هي برين كشي از بجه جمع اشاره داي رب العالمين سي اكو تیت عثمان دنیای و که دا خوزا بوب جه بینم برای تندک حدیثی دیترید صحیح دای های ایکش تای های و رمضانه رب العالمین همیشه شوید رمضانه نیوا دوی نس ایکا یا دو ماهیه نیوا دوی شوا شوی تیت عثمان دنیای بشکل اکی لائقی ذاتی وی بطبعا هم نظرین چا چرنک او لائقی و بیشتن که دا خوزا که بوب جه بینم یعنی اگر هم شوی نیوی که این نیوا دو یا همین شوی رمضان نه بس یه 20 شوی و گله کو خیر امر رفیع عبادتی وجا دو ماه یا شوی بس دو ماه شوی تم تن گین ساعت 12 انت که یعنی نیوا دو یا شوی ش 12 د سپیتات نه خیر ساعت 2 نه بانگ مغرب بلکی جارکاتی از بشون ما اشاره داره مغرب حتی اسپیده دیپ که نیو و یک ساعت چنده اوت بتنی واشه بیه ماستا اگر ام بسیار پسیار اول شوا امد گرین یان قدر تأخينو عبادت ایلت کین ام فی عبادت ایل مزگفت بکین یان جی المال بکین کیش بو ما باش دره معلومه گر اعتكافة بکاتن چکیندا کتین شو دو ماهش رمضان اعتکافت يعني اعتکافت مزگفت بت اعتکاف المال نو ایتکرن بل اگر نه اعتکاف بتن اتشیتن المال جیب وی شوا ها شو تندك المز جفت وكيف شتى تراويح المز جفت بكتن وبشتى تراويح خلاص من بيتامل بخو قرآن بخوينة الزكري وعبادة بكتن أو شيء درست هريك ديف كودانة خو الظروف خو ممكن إنسانك أجر المال عبادة بكت شعور بتر بإخلاص بكت بوي خوش تربة ديال المال خو مثلا عيالي شيء تربة نسبة وي هيك هي هكال المز جفت بكت ديالها فولا بل كي بتر تشجع بوي شيء بكتن بو زيادة أو هريك ديف الظروف توي نسبة جنيه معلومة همي عبادات يعني نفيش بجين حتى نفيش فرز جي اگر جنك المال خوب بويب خير بخير ترى كي پیغمبر صلوة الله بصراحة تبجت وَبُيُوتُهُنَّ خير لهن اگر جنك چتا مزگفت بو عبادات الليلة القدر وأجر اگر المال خوب بويب المال خوب بو بخير ترى نسبت جنك مال دا چه ترى و بخير ترى نسبت ظلامي مزگفت يعني المال بتن هر دو دي ظروفة تويرا وسطتن كون كيشكا وبينت بينت باش تجیع بوی پتر چه ببتن اخلاص پتر تده بتن بلا وی بکتن بله ما گلک سپاس خودش ترازی بیتن کدوی خلک و برنامه داشتی تود گل دوباره خودش ترازی بیتن بله بینره تجا برکفتی و جارجی هم حدین دمهای خلک خود کل دور شواب قدر بو کد کفی وان ده که خود مل بروی شوی بخیتن و مبگه این توی شوی و طاعتت وی شوی در امد کهین بخو قبیل بکتن حتی مهین و شفکاتی دگهین ایک بمینن شاد و وقت تور